على مساحة أكبر 3 مرات من الموسم الماضي، وبعد ساعات سيتم افتتاح بوليفارد الرياض سيتي اللي بيعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات في موسم الرياض. وما بنبالغ لو قلنا أن افتتاح البوليفارد هو من أكثر الأحداث المنتظرة، وهذا الشيء انعكس طبعا على الهاشتاجات اللي نشطت بشكل كبير الساعات الماضية. رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ خلال الساعات الماضية كان شارك متابعي على تويتر بمقاطع عديدة من البوليفارد والتحضيرات له. وفي مقطع معين لفت الأنظار أكثر من غيره، والمقطع هذا بيوثق كيف تحول البوليفارد من أرض فاضية ما فيها شيء لهذا المشروع الضخم خلال 4 شهور فقط. نتابع. وينضم إلينا من بوليفارد الرياض مراسل العربية هاني صفيان. أهلا فيك معنا يا هاني، واحكي لنا عن البوليفارد. أنت من الناس اللي محظوظين اليوم وحاضر الافتتاح من قبل الافتتاح كمان. صراحة نعم منذ الساعة 3 عصرا بتوقيت المحلي السعودي تواجدت قناة العربية لحضور هذا الافتتاح لهذا اليوم. في حقيقة أولا دعيني أتحدث عن المنطقة التي أتواجد فيها، وهي منطقة روكاد ديرو، وهي من المناطق 8 التي أنشأتها هيئة الترفيه لتكون معلما وفعالية من ضمن الفعاليات والمناطق الجميلة. الموضوع اليوم في البوليفارد ليس موضوع والله مناطق وتصميم أنشئ، لكن التصاميم الدقيقة وأيضا النوعية التي لا نشاهدها إلا عند السياحة في الخارج. طبعا أيضا المنطقة التي خلفي أيضا وهي منطقة للموسيقى والتي سوف نشاهدها الآن، ولكن أثناء مشاهدتنا لهذه المنطقة سوف يكون معي الدكتور ومفاجأتنا الدكتور بشار عبد الحسين عبد الرضا حبيبي. اللي اليوم يشرفنا الله يحفظك في البوليفارد. مرحبا يا دكتور. الله يسلمك، طول بعمرك، الله يحفظك دكتور. يعني أنا الجمهور السعودي والجمهور العربي يحب ويعشق عبد الحسين عبد الرضا. اليوم رحل حسين الله يرحمه وبقت ذكرياته وبقى في ركن هنا من الأركان الموجودة في البوليفارد وهو درب الزلك. طبعا أول شيء أحب في البداية أني أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الذي قام مشكورا في هذه المبادرة، حيث تم الاتصال فينا وأعلن عن رغبته في أن يكون عبد الحسين عبد الرضا متواجد في موسم الرياض وبصفة دائمة وليس لمدة الموسم. فاقترحنا عليه أن احنا نسوي متحف ومطعم درب الزلق اللي هو مستوحى من أشهر مسلسلات الوالد. احنا هنا موجودين في هذا المكان، وأحب أقول لك أن أنا كنت في هذا المكان من البداية. أنا يوم 28/6 خبرنا عن القصة هذه وإننا نتجول دكتور. 28/6 طال عمرك أنا وصلت المنطقة كانت صحراء. يعني المنطقة المنطقة الموسيقى هذه كانت عبارة عن إيه؟ هذا أقول لك صحراء ومصور. عرفت شلون؟ فلما قالوا لي إن شاء الله يبونا جاهز يكون في 1/10، فأنا بيني وبينك يعني استبعدت هالشيء. طيب لكن متجهين طبعا للركن الخاص بالمطعم وكذلك المتحف هذا اللي هو درب الزلق. أي نعم. طبعا المكان جدا مميز في الميوزك زون
هو مطعم درب الزلق ولكن متحف لعب الحسين، ويوجد داخل المتحف المجسم الخاص فيه الذي طابقه بنسبة حوالي 95%. جيد دكتور، أكيد أنك أنت سافرت إلى دول خارجية وشاهدت الفعاليات والكرنفالات تبعهم، وش اللي يختلف اليوم البوليفارد عن دول خارجية؟ الخارجية بصراحة يختلف شيء واحد يا أخي، لا طعم خليجي حلوة. أي والله أي. هذا مطعم درب الزلق. طبعاً صورة الصورة الأخيرة للمرحوم. الصورة الأخيرة له. تذكر الصورة هذه؟ هذه الصورة كانت في تكريمة في مهرجان الشارجة. فصور هالصورة فأتذكر يوم قال لي كني قاعد أقول لكم مع السلامة. الله يرحمه. أي والله، فهذه لها تأثير عندي. طيب دكتور، خلينا برضو نتجول في هذه أرجاء منطقة الموسيقى، وكذلك بعدها المنطقة الأخرى وهي منطقة سكوير. طبعا الزميلة سارة يعني هي الآن أنا أعتقد ومشاهدي قناة العربية عندما نتجول بكاميرتنا مندهشين لهذه الفعاليات وهذه الأركان وهذه البراندات. يعني أول شيء طبعا سلامي للدكتور بشار يعني ورحمه الله عبد الحسين عبد الرضا، بس أنه أنا زرت البوليفارد الأول في موسم الرياض الأول، وكان صراحة يعني مبهر جدا. المرة هذه واضح أنه الإبهار أكثر وأكثر، فبس حكي لنا سريعا إيش اللي زادوه كمان أكثر؟ نكمل ولا نعم، أنا راح أحكي سريعا. طبعا زميلتنا سارة زارت البوليفارد المرة الأولى وكانت انبهرت، وهالمرة كان مختلف. أنا راح نتكلم معهم بشكل سريع إذا كنت حاضر الموسم الأول. أنا حبيبي أنا مو كذي، أنا جيت هني مو في الموسم الأول، جيت أثناء التخطيط للموسم الجديد. أنا وصلت هالمنطقة هذه أقسم بالله كانت صحراء، واليوم استنكرت على وجود. لا مو استنكرت، انبهرت، افتخرت، في شعور بالفخر. احنا نفتخر بوجود ركن من الاركان الاساسيه في من المؤثرين في الوطن العربي. شاكلك يا دكتور، يعطيك العافيه. اذا طبعا انا راح اتحدث بشكل سريع على سؤالك. طبعا الامر مختلف اليوم، وجدت 8 مناطق، 900,000 متر مربع، نتكلم عن سلاسف الدخول والخروج، نتكلم عن تنوع للفعاليات، نتكلم عن عمليه تنظيميه. عندما نتكلم عن عمليه تنظيميه في الدخول والخروج والمساحه الكبرى للممرات الموجودة والكثير، وفعلا كنا لا نتخيل ولا نعتقد أن كنا نتخيل الأمر الذي نشاهده اليوم هنا في البوليفارد أو الفعاليات الأخرى في 14 منطقة، سواء الوينترلاند أو السفاري. فما طلبوا مننا من البداية يا هاني، قالوا لنا تخيل، بس نحن صراحة خيالنا ما وصل لهذه الدرجة. استمتع بالبوليفارد اليوم، صح. وإن شاء الله الوعد الرياض ونتقابل إن شاء الله ونستمتع أيضا بالبوليفارد. شكرا لك، كان معنا مراسل العربية هاني صفيان.